انطلاق فعاليات معرض دمشق الدولي بدورته 60 سبقه جهود واستعدادات متعددة، تقنيات جديدة في الإضاءة أو الصورة والموسيقى، استعدادات للفرق الموسيقية قبيل حفل افتتاح العرض على أداء الرقصات. تفاصيل عم نشغل تفاصيل التكنيكال من صوت وإضاءة، رؤية بصرية على الشاشات. العرض رح يكون بمشاركة فرقتين، فرقة أبخازية وفرقة ثانية. العرض بيحكي عن سوريا، سوريا المستقبل، بنظرة مستقبلية. بدنا نقدم شيء جديد تماما. الموسيقى اللي معي رح تقدم هي عبارة عن بداية، هي حاولت ألف بداية خاصة بـ 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 أو موسيقى خاصة للافتتاح. بعدين عنا يعني مذهب وكوبليه من ثلاث أغاني وطنية لاصقة بذاكرة الناس وبتعني لنا أكيد، وكل أغنية أكيد إلى 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 رسالة. عم نعمل بروفات، بروفة جنرال لكل حفل الافتتاح، وإن شاء الله يعني رح تكون أمور ممتازة، يعني فرق أجنبية وفرق وطنية، فرقة الموسيقى العربية، فرقة آرام، وفرقة بيلاروسية، فرقة أبخازية. تحضيرات تضمنت تدريبات على حفل الافتتاح وعرض بعض الأغاني المصورة. هي مجموعة من الأفكار الكتير رائعة. اليوم تفاجأت بالشباب الراقصين، كان أداؤهم كتير مميز وكتير رائع وحلو، وكمان الأستاذ عدنان فتح الله الله يعطيه العافية، يعني أغاني تقدمت كتير حلوة. في شغل متواصل على مدى حوالي 15 ل 20 يوم لنوصل ليوم الافتتاح. مستوى العرض هو ضخم، هو يعني هذا المهرجان تقريبا الاهم يمكن هذا العام ممكن يكون. اهميته لانه هو افتتاح معرض دمشق الدولي اللي لكل العالم مستنينه، مو بس بسوريا، بسوريا وبرات سوريا. صرنا بحدود ال 15 يوم عم نشتغل، كل شيء تقريبا عنا فاينل، يعني كل شيء تقريبا جاهز، والجديد كلياته 3D وفي انيميشن وشغلات هيك موفيات حلوين، يعني كمان اول مره بتنشغل. تحضيرات مكثفة جرى العمل عليها وجهود من جهات متعددة تكاتفت في سبيل نجاح معرض دمشق الدولي بدورته 60 الذي يقام في ظل انتصارات الجيش العربي السوري.